نعم، رحل مثلث القيادة، لكنه ترك وراءه عيونا جفت مدامعها حزنا من ألم الفراق، وقلوبا انفطرت ألما وهي تودع في الذات أكبادها إلى مثواها الأخير، وأرحاما ودت لو احتفظت بهم داخل أحشائها إلى يوم يبعثون. هذا شعور إنساني طبيعي، لكن رغم قساوة المشهد إلا أن الشعور بالفخر يطغى على كل مرارة للألم. كيف لا وقد خرج من أرحامهن رجال دفعوا حياتهم ثمنا لحياة مصر وبقائها، فلنحيي جميعا أمهات شهداء مثلث القيادة.